وحول نفس الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، والتي قدمت خلال الندوة ورقة عمل حول الدور التشريعي لمجلس الشورى. مساء الخير سيدة دلال. قد يكون سعادة النائب محمد ركز على الجانب التشريعي من جهة مجلس النواب، ماذا عن مجلس الشورى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبة لنا اليوم كان جدا مهم، باعتبار ان احنا التقينا مع اخواننا في مجلس النواب، وكانت طبعا بمناسبة عقد هذه الندوة اللي ممكن احنا انتقلنا فيها من المستوى الوطني الى المستوى الدولي في العمل البرلماني. الكل متفق على تثمين وتقدير ما ارساه جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة الله يحفظه بالتوافق والإرادة الشعبية عبر ميثاق العمل الوطني ودستور البحرين بشأن مباشرة الحقوق السياسية عبر المجلس النيابي. وأيضا من المؤشرات الجيدة لنا كسلطة تشريعية أن الحياة النيابية فيها استقرار وثبات في انعقاد مواعيدها وعملها. استعرضنا طبعا وضع ومؤشرات البرلمان البحريني في العمل التشريعي القادم. بالنسبة لنا مهم نحن نحافظ ونستمر على ما تم تحقيقه وإنجازه. تميز التشريع البحريني في النصوص النوعية وليست الكمية. طرقنا أيضا لمدى التعاون ما بين السلطة التشريعية والحكومة في التعامل مع التشريعات، خاصة مع الظرف الاستثنائي الأخير، بشأن شلون إحنا قدرنا نتوافق معهم بما يحقق المصلحة العامة، وهذه ميزة في التشريع أيضا في البحرين، مسألة التوافق والتشاور اللي بدأنا في الفصل التشريعي الخامس الأخذ فيه مع الحكومة، وهذا اللي سهل علينا مسألة سرعة إصدار تشريعات مدروسة متوافق عليها ما بين السلطتين. نعم. تطرقنا أيضا إلى عدد التشريعات اللي صدرت ومجالاتها متعلقة في المالية، في الأحكام الجنائية، العقوبات، في الصحة العامة. هذا أعطانا مؤشرات أن أيضا التنوع التشريعي أخذ حيز كبير في هذا الفصل. لبينا فيه أيضا تشريعات نوعية غير مسبوقة في المنطقة. اليوم نفتخر لمن في البرلمان الدولي الاتحاد الدولي وكذلك العربي أن يطلب أيضا الاستهداء بهذا النوع من أنواع التشريع الصدر من مملكة البحرين أو من ضمن نص على الأقل نوعي متقدم. هذه احنا نتشرف لما نسمعها في برلمانات دولية. ركزنا على مسألة أهمية الإعلام البرلماني فيما يتعلق في التشريع، أيضا تعزيز دور هيئة المستشارين القانونيين في المجلسين بما يسهم من جودة النصوص التشريعية، وكذلك سائر المستشارين المعنيين في الشؤون المالية والاقتصادية. أكدنا على مسألة أن يجب أن يكون عندنا دورية لمراجعة تشريعاتنا أيضا ومدى الحاجة إليها، وما يكون عندنا مسألة الجمود في تعديل التشريع. نعم. أيضا أن يكون متابعة مدى جدوى التشريع إذا أصدرناه ولكن واجهت السلطة التنفيذية إشكاليات في تطبيقه وإنفاذه، أن نتعاون معها لسد هذه الأمور. ختاما يعني كل الشكر والتقدير لرئيسي مجلسي الشورى والنواب معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينب وكذلك معالي السيد علي بن صالح الصالح على مثل هذه الندوات اللي من شأنها فعلا تعزيز الأمور المتعلقة في الجانب التشريعي بما يحقق رضا المواطنين ومصلحة البحرين. نعم. سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.